ده ممكن يؤثر على سير المعركة؟ هو في هناك أشخاص يقولون يؤثر على سير المعركة باعتبار أنه هو الذي يقود ويصر على استمرار الحرب، لكن رأي آخر يقول أنه لا، هو حتى لو خرج نتنياهو من الحياة السياسية لن يؤثر على سير المعركة، لأنه الذي يقود الحرب هو وزير الجيش. أنا باعتقادي أنه خروج نتنياهو والمطالبة الدولية بمحاكمة نتنياهو وقادة الحرب في عن طريق محكمة الجنايات الدولية وإرسال مذكرات يعني اعتقال لهم، أعتقد سيوقف الحرب فورا. أضف إلى ذلك يعني إذا كان هناك يعني إرادة دولية أو ضغط دولي على الولايات المتحدة، باعتبار الولايات المتحدة يعني هي الراعي الحقيقي، الراعي الرسمي الحقيقي للاحتلال الإسرائيلي، ولو رفعت الغطاء عنه أعتقد أنه نتنياهو سيسقط، مش نتنياهو، كل الاحتلال الإسرائيلي سيصبح في مهب الريح إذا ما قررت الولايات المتحدة أن ترفع الغطاء عنه. بايدن الآن يتعرض لضغوط داخلية في داخل البيت الأبيض، وليس أيضا على مستوى الرأي العام الداخلي، إنما على مستوى صناع القرار صحيح. في البيت الأبيض من مستشارين ومن أعضاء في البيت الأبيض. أيضا في الخارجية الأمريكية هناك إشكالات، في الكونغرس الأمريكي هناك مشاكل، في الرأي العام الأمريكي هناك الكثير من حتى اللوبي اليهودي هناك في الولايات المتحدة يرفض ما يفعل نتنياهو لأنه يسيء لعلاقاتهم وسمعتهم ولمصالحهم الاقتصادية إذا ما تعرضت إلى استمرار حملات المقاطعة على مستوى العالم، لأن هذه منتجات ليست أيضا للاحتلال الإسرائيلي، أيضا منتجات لرجال أعمال إسرائيليين الذي تعرض مثلا سفينة التي تم اختطافها في عرض البحر الأبيض المتوسط، هي ليست للجيش أو للحكومة الإسرائيلية، هي لمواطنين إسرائيليين أو رجال أعمال كبار على مستوى العالم ولهم مصالحهم الدولية. فهناك من يعارض سياسة نتنياهو الحقيقية، وبالتالي أيضا الإشكالية يعني احتمالات وقف الحرب برأيي في الفترة القادمة أنه أهالي الجنود وصل عددهم إلى يعني 137 جندي حقيقي موجودين حتى الآن أحياء، أنت إذا استمرت في الحرب قد يعني يسقطوا هذول قتلى في الحرب بسبب القصف الإسرائيلي، وربما أيضا بسبب الحرب البرية لن يكون هناك تفرقة. ومخطط نتنياهو فيما يقوله بشكل صريح أنني أريد إغراق غزة وجبنا مضخات ومش عارف من البحر.